تعالي يا ستي، تعالي تعالي تعالي. احمد باشا نزل اهو، البوكس وقف له زنهار، يودي العيال المدرسه وبعدين يرجع يوديه الشغل، وبعدين يعود العسكري من تاري يجيب حاجه للسوق لست تهان. اه يا نياني، ناس واصله بصحيح. انا بس يا ستي ما بحبش اجيب في سيره حد. الحاج فهمي صاحب العماره اتجوز على الحاج. اتجوز عليها قريبتها وجابها تعيش معاها في نفس الدور. امال واخد الدور الارضي كله لنفسه. كله كوم بقى، والست سهير اللي تحتيكي دي كوم تاني. احنا في الاول كنا فاكرينها متجوزه راجل بعقال، بعد كده كل سنه لقينا الراجل بيتغير والعقال هو هو. بس انا مش عارفه بقى اذا كانت بتمشي معاهم في البطال ولا بتتجوزهم. ملناش دعوه ان الله حليم سطاه. المهندس الزراعي اللي في السادس جاله عقد عمل. يا اختي ما كانوا يعمروا الصحنه بتاعتنا الاول قبل ما يروحوا يعمروا صحره الجيران. الشقه اللي في التاني اشتراها المعلم عرفه الجزار اللي على اول الشارع. اسم النبي حاسه بقى قبل ما يخطي جوه عتبه الشقه. قام ده بحج ومفرق على المحلات وعلى عيال السريحه وعلينا طبعا، وراح ملغمط كفوفه هو وعياله وخمس على باب شقته وعلى حبيبان الباستا كلاتها. قام المهندس المدعاية ما عجبوش منظر الكفوف هو راخر، ما هو خلى صادق يصل الحيطان بالليفه والرابسه. راح المعلم ذبح عجل جديد وراح مخمس من اول وجديد، وقال لي صادق يقول المهندس ان هو لو هوب ناحيه الكفوف النوبه الجايه هيلغمط كفوفه في دم المهندس ذات نفسه. بس انا حطيت في قلبي وصريت اجمالي ما احبش اجيب في سيره حد. انت بعد صحيح اختي اسكتي، ما قلتلكيش بقى على الست سهير ليله امبارح جالها عقال جديد. بس ايه جايب حته دين عربيه يا ستي زاد؟ ما ريحتنيش يا ستي زاد وطمنتيني قلبك. قولي لي زاد دي معناها ايه؟ يعني زاد هي بالذات ولا هي بعينها؟ بعينها بعينها.